أعزائي المشاهدين أسعد الله أوقاتكم بكل خير نرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم قابل للنشر والذي من خلاله سنطلعكم في هذه الحلقة على عدد من القضايا المهمة والتي من خلالها سيكون هنالك تسليط الضوء على قضايا لم يتم التسليط عليها من قبل فتابعونا بعد الفاصل أعزائي المشاهدين عدنا إليكم من جديد سنتحدث في هذه الحلقة عن القانون والذي دائما كل شهر نتحدث عنه وهو قانون رقم 19 على 1989 وهذا القانون يعني يتحدث من سنه 98 كان هناك نشر لاسماء النواب الغائبين عن اللجان اعمالا بالماده 25 من القانون رقم 12 على 2000 او او 63، نشوفكم وياكم على الهواء ما يدور وما يحدث من غيابات هذه هي اسماء جميع النواب الغائبين في شهر ابريل ويصل الامر الى غياب ما يقارب 40 نائب في ذلك الشهر تتراوح الاسماء بين اللجنه التعليميه والتشريعيه وكذلك الاموال والمرافق والصحيه والميزانيات ويعني العرائض والشكاوى والموارد البشريه وكذلك الاسكانيه وشؤون المراه يعني كان اطال هذه اللجان لم يكن هنالك يمكن لجان معينه تم تسليط الضوء عليها الا انه بتاريخ يمكن اعلى معدل غياب كان بتاريخ 21 ابريل كان هناك غياب ما يقارب 13 نائب غاب من تقريبا ست لجان برلمانيه احنا كل شهريا نحاول قدر المستطاع نخرج باسماء الاسماء موجوده يعني من تاريخ بدايه شهر ابريل الى نهايته كان عندنا الكثير من الاسماء يمكن ليس عن الوقت أن نقرأ كل اسم بذاته أو كل يوم بذاته إلا أن الأسماء موجودة وتنشر بشكل شهري وفقا وأعمالا بالقانون بالمادة 25 من القانون 12 لسنة 1963 ننتقل إلى قضية مهمة وهي قضية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بدأت يعني باستئجار آليات ومعدات للعمل بمناطق متفرقة من دولة الكويت وهو يعني الكل يعلم بأن الهيئة العامة للشؤون الزراعة والثروة السمكية بدأت تستأجر آليات لتكون هذه الآليات تعمل لديها وفق آلية معينة لا يكون هنالك يمكن تفريط أو العمل للحياة البيئية والزراعية وتنشيط ما يدور جعل الكويت خضراء بدات هذه الهيئه بالاستئجار لكن هل تكون هذه الاستئجار الاليات لتضع في المخازن او ليكون هناك مناقصات فقط اللي اسمها مناقصات فقط دون انتاج لكن نتمنى بعد ما نقرا هذه الاليات والاستئجار والعمل من قبل الهيئه العامه للشؤون الزراعه والثروه السمكيه ان نرى يعني بعد اشهر مقبله الكويت أن تكون هذا البقعة الخضراء الممتدة على الخطوط السريعة منتشرة بعيدا عن وضع الحصى في الدوارات ننتقل كذلك إلى وزارة التربية وزارة التربية بدأت تعمل وفق تنفيذ أعمال الحراسة لمنطقة العاصمة التعليمية وحول التعليمية والفروانية والجاراء وإدارة مدارس التربية الخاصة ومعاهد ومراكز التعليم الديني فتعلن عن تأجيل موعد تقديم عطاءات المناقصات المذكورة أعلاه وهو تنفيذ أعمال حراسة وزارة التربية أرجعت تنفيذ هذه المناقصة إلى وقت يعني آخر تراه بأنه يعني يوم الأحد واحد ستة بدلا من يوم الثلاثة عشرين خمسة والكل يعلم بأن دائما قضية الحراسة دائما قضية تؤرق وزارة التربية ما أن تلبث وزارة التربية أن تكون هناك عقود إلا أن هناك يكون هناك مشاكل من قبل الحراس أو العاملين في هذا المجال من قبل الشركات المنفذة لهذا الصرح ننتقل كذلك إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة الشؤون الزراعية الهيئة العامة للشؤون الزراعية والثروة السمكية لديها موضوع وهو مشروع الوطني لمكافحة مرض السل يقول المشروع الوطني لمكافحة مرض السل البقري والإجهاض المعدي في فصيلة البقرية بناء على طلب الهيئة العامة للشؤون الزراعة والثروة السمكية يمكن الحصول على وثائق مناقصة وهو مكافحة من قبل بعض الحياة يعني أو الحيوانات لديها بعض القضايا الفطرية اليوم نجد بأن مكافحة السل البقرية ينعكس على اللحوم واليوم بدأت وزارة أو الهيئة العامة لزراعة والثروة السمكية تعمل لوضع هذا المشروع الوطني لتداوله من قبل الشركات ليتم تنفيذه كذلك أعزائي المشاهدين ننتقل إلى وزارة التربية وماذا يدور في إصلاح التكييف يقول المناقصة رقم 70 إصلاح تشغيل وتشغيل وصيانة معدات تكييف والتبريد والتدفئه والتهويه بمدارس ومباني تابعة لوزاره التربيه في منطقه التعليميه العاصمه التعليميه المنطقه الاولى وبدات يعني وزاره التربيه ممثله في منطقه العاصمه التعليميه لاصلاح وتهويه المكيفات والتبريد. <applause> ننتقل وياهم كذلك الى الاحكام القضائيه واليوم سنسرد بعض القضايا المهمه جدا وهو يعني لدينا احد الوافدين من الجنسيه المصريه يعني اتهم الرعونه والاهمال والقياده بتغريم المتهم 10 دنانير عما اسند اليه وفق الماده 188 وهو يعني هو رعونه واهمال بالقياده بالاخير يتم تغريمه 10 دنانير. ننتقل كذلك الى اصدار المحكمه كذلك الكليه نشوف عفوا اصدار المحكمه الكليه يعني في القضيه المذكوره على ضد المتهم اهانه موظف عام اثناء تدية وظيفته وفقا للماده 134 اساء اساءه استعمال الهاتف وفقا للماده الاولى تغريم المتهم 100 دينار عما اسرد اليه لارتباطه وامرت بمصادره الجهاز المستخدم بالجريمه وامرت باحاله الدعوه المدنيه للمحكمه المختصه وهو يعني اعزائي المشاهدين الكل يعلم بان مثل هذه الاحكام القضائيه تبين بان عدم اهانه الموظف وهذا يعني من من الجوانب المهمه بان عندما تحكم احكام قضائيه يكون فيها رد للاخرين، لذلك هذه من قبل الاحكام القضائيه التي يكون فيها رد للاخرين ويعني نؤيد مثل هذه الاحكام. ننتقل كذلك الى هذه محكمه مرور حولي واحنا نتحدث عن الرعونه والاهمال كل مره ويعني كل يوم يكون عندنا جوانب هذا من قبل هذا احدى الاحكام القضائيه بتغريم المتهم 10 دنانير بسبب الرعونه والاهمال واحنا يمكن مثل ما تعلمون اعزائي المشاهدين بان دائما الرعونه والاهمال اقل ما يمكن يكون لها مخفف يعني العقوبه وهذا عكس ما نحن نريده يكون الرعونه والاهمال يكون في اعلى سقف من قبل يعني الغرامه الماليه المجزيه حتى تكون رادعه له لا تكون عشرون رعونه واهمال واخر شيء يعطونا 10 دنانير غرامه بالتالي سيعود مره اخرى للرعونه والاهمال. وانتقل كذلك اصدرت كذلك محكمه الجراء في مخفر تيماء عن احدى المواطنين دول الخليج عن تهمه عكس السير تصادم اضرار ماديه يعني هو اول شيء عكس السير تصادم وبعدين اضرار ماديه بالاخير تغريب المتهم 15 دينار عن التهمه الاولى مبلغ 20 دينار عن التهمتين الثانيه والثالثه وهو يمكن يعني ذكرناه بان احكام المرور نتمنى أن تكون فيها نوع من الحده ونوع من التغليظ حتى لا تكون في عكس السير تصادم وخرجت في عشر دنانير من بعد غير مقبول من قبل التشريع. ننتقل في اسكان موظفي الدوله واحنا قلنا ان القضيه الاسكانيه قضيه خطيره جدا لكن ما زارت وزاره الماليه تلح لان تزاحم المواطنين على الاجارات. تُعلن اداره اسكان موظفي الدوله عن حاجه استئجار مبنى وذلك الاستغلال كمكاتب ان يقع المبنى في احدى المحافظات التاليه العاصمه وحولي ومبارك الكبير والفروانيه وكذلك ان يكون المبنى ذو نظام مساحات مفتوحه ب 4000 متر 4000 متر مربع بالاضافه الى الخدمات او نظاف غرف بحد ذاتها 160 غرفه. ويعني كما تعلمون كل حلقه راح نذكرها بان وزاره الماليه ممثله في الحكومه ومجلس الوزراء ما زال هناك مزاحمه على يعني المواطن نرجع كذلك يمكن لنا اللي بعده نفس الموضوع تعلن اداره اسكان موظفي الدوله عن حاجتها عن الى استئجار عدد من الوحدات السكنيه وذلك الاستغلال كمكاتب لاحد مرافق الدوله أن تقع يمكن الوحدات وفق المحافظة حاطة الجهرة والفروانية وأكثر يعني محافظتين مكتظة فيها السكان اللي هي الفروانية والجهرة يعني وزاره الماليه تبحث عن اماكن وتبحث عن آه يعني مباني في آه مناطق مكتظه بالمباني والسكان. ما زلنا في زارة المالية من وزاره الماليه وتقول <applause> آه وزاره الماليه خلينا نشوف وزارة المالية يعني آه إعلان عن بيع أثاث مكتبي متنوع أجهزة مكتبية وكهربائية كمبرسيرات وخزائن وحديد ومواد متنوعة أخرى بالمزاد بالظرف المختوم. واحنا ما زلنا يعني وزاره الماليه ما زالت تبيع عندها مواد مكدسه وكل يعني اسبوع نجد ان لديها الفائض من هذه المواد للبيع المزاد خلينا نشوف وزاره الماليه بعد عن بيع اجهزه كهرباء وبلاط واصباغ واجهزه كمبيوتر وملحقاتها وحديث واثاث وكمبرسرات وادوات موسيقيه وافران خزف ومواد متروعه بالمزاد بالظرف المختوم وزاره وزاره التربيه كذلك عندها اعتقد مخازن مليئه فبدات يعني تبيع هذه المواد الفائضه عن حاجتها اللي شرتها وفرضت عن حاجتها وحطتها في المخازن وفركتها. كذلك مجمع الوزارة عن المزايدة رقم التخيص بالانتفاع إدارة واستقلال موقع بعض تقديم الخدمة والمشروبات الساخنة والباردة طبقا للمواصفات العالمية في مجمع الوزارات وهو من قبل إعلانات تابعة لوزارة المال شركه صناعات الكيماويات البتروليه المحدوده تعلن شركه الصناعات الكيماويه البتروليه عن طرح المزايده للشركه المؤسسات بشراء مواد سكراب متنوعه كمبيوترات طابعات مكان تصوير اجهزه عرض ويعني شركه الصناعات الكيميائيه ما تبيع مواد كيميائيه لكن تبيع كمبيوترات وطوابع ومكان تصوير واجهزه عرض بحجة الاستقرار وهو دائما مناقصات دائما في يعني في الشركات البترولية تكون يعني باهظة الثمن فتكون فيها مواد زايدة اليوم شركة الصناعات الكيماوية البترولية بدأت تبيع مثل هذه المواد ننتقل إلى وزارة الكهرباء وزارة الكهرباء أو محد الأبحاث الكويت الأبحاث العلمية تعلن لجنة المناقصات المركزية عن نظام كهروضوئي بقدر 80 كيلو واط مواقف السيارات وذلك بناء على طلب معهد الكويت الابحاث العلميه ننتقل كذلك الى وزاره الداخليه تعلن وزاره الداخليه بالغاء او قرار وزاري رقم 1917 لسنه 2014 بشان الغاء قرار قرر ماده أولى يلغي البند رقم 2 من الماده 1 من القرار الوزاري رقم 502 على 1999 المشار اليه والمتضمنه تفويض السيد مساعد حميد محمد ملوح العازمي رئيس قسم الجوازات المؤقته والوثائق وتذاكر المرور بإداره وثائق السفر بالتوقيع على جوازات السفر الصادره من الإداره العامه للجنسيه ووثائق السفر الكويتيه اعتبارا من واحد ثمانية ألفين وثلاثة عشر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقول في قرار وزاري رقم 86 على 1000 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة دراسات بناء وتنظيم وتقييم عمل صلاة الأفراح مادة أولى يسري هذا القرار على جميع صلاة الأفراح المنشأة على مواقع مملوكة للدولة ويتبرع بإنشاء المواطنين أو الجمعيات التعاونية أو الهيئات الاعتبارية كعمل خيري تطوعي وفقا للشروط والضوابط المنظمة لبناء صالات الأفراح إحنا مشكلتنا في صالة الأفراح أنها حولت من, من مسألة تبرع أو مسألة داعمة مجتمع إلى أن تكون تدر أموال يعني في إحدى الصالات كان تدر لصاحب هذا الصالة عشر آلاف دينار شهريا يعني هو أجار الصالة خمسين لكن يجبرك صاحب الصالة بأخذ البوفيه والتصوير وإلى آخر الموضوع بالآخر يأخذها متعهد من هذه الصالة ويحتكرها لنفسه ويكون ريع هذه الأموال أو, أو يكون تجميع هذه الأموال فائدة بين أصحاب الذين وضعوا لها إمكانيات وكذلك صاحب هذه الصالة فتحولت إلى يعني الأرض أرض حكومية. ننتقل إلى آخر إلى قبل الأخير آخر سلايدات أو قبل قبل الأخير نشوف مرسوم استقالة وزارة العدل. وزير العدل مرسوم بقبول استقالته أرسلنا بالآتي تقبل استقالة الدكتور نايف محمد العجمي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. هذا مرسوم رقم 134. في مرسوم رقم 135 لسنه 2014 يتعين وزير العدل وزير الاوقاف الاسلاميه بالوكاله رسمنا بالاتي يعين كل من محمد خالد الحمد الصباح نائبا رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه بالاضافه الى عمله وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه بالوكاله ومحمد العبد الله المبارك الصباح وزير الدوله شؤون مجلس الوزراء بالاضافه الى عمله وزيرا العدل بالوكاله ننتقل إلى إعادة الجنسية قرار مجلس الوزراء رقم 603 لسنة 2014 تعاد الجنسية الكويتية لكل من انتصار جدعان عواد مذود الشمري وغالية وفرحان ومحمد ونايف وشدي وشديد جدعان عواد مذود الشمري وسعد طاحوس غازي العتيبي وشيماء عبد الرضا علي حاجيه عبد الله ابو صخر وفاطمه حسين احمد حسين الكندري ومحمد حسن احمد حسين الكندري. اخر يمكن موضوع وهو موضوع تعيينات في القياديين في مؤسسه الرعايه الاسكانيه مرسوم رقم 133 لسنه 2014 يعين المهندس بدر أحمد خالد فارس الوقيان مديرا عاما للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدرجة وكيل وزارة ويعين نائبة المدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدرجة وكيل وزارة مساعد كل من وليد فاضل جاسم العبيد وخالد مبارك المنديل وعلي محمد جاسم الحبيل وأحمد محمد مرزوق العازمي ومحمد سالم أحمد الكنيمش وآسيا محمد بهمن وفسية عبد الله محمد حاجيه دشتي. أعزائي المشاهدين يمكن وصلنا وياكم إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقات مقبلة نستدعكم الله ومع السلامة.